السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم عن عناصر النص التعبيري. يا ترى ما هي هذه العناصر؟ هي اللفظة والجملة والفقرة. اللفظة أي الكلمة، الجملة مجموعة من الكلمات، أما الفقرة فهي مجموعة من الجمل. وسنتكلم عن كل من هذه العناصر على حدة. كما نعرف أن الألفاظ هي اللبنات الأولى في عملية التعبير الفكري، أي هي الشيء الأساسي الأول الذي أبني من خلاله عملية التعبير عن أفكاري. وإذا لم تكن هذه الألفاظ مناسبة لهدفها، فإن تعبيرنا وتفكيرنا أيضا يصبحان كالبناء المتهاوي أي الضعيف. أي ريح ستجعله يسقط، هكذا البناء إن كانت لبناته ضعيفة. ولذلك فالإنسان الذي لا يسيطر على ألفاظ اللغة ولا يحسن استخدامها لا يستطيع بالتأكيد أن يسيطر على أفكاره، ولن يحسن أيضا التعبير عنها. إذن فالألفاظ هي عنصر مهم في حسن الإنشاء، إلى الدرجة التي جعلت أحد الكتاب يعرف الإنشاء الجيد بأنه القدرة على وضع الكلمة المناسبة في المكان المناسب. ومن الألفاظ الدقيقة المحددة السليمة الصحيحة تتكون الجملة القوية المؤثرة. والجملة هي الخطوة الأولى في عملية التركيب للتعبير عن الفكرة حتى أنشئ فقرات وأكمل الموضوع. فلا يكفي أن تكون الألفاظ دقيقة فحسب، بل يجب أن يكون التركيب في الألفاظ في الجملة سليما حتى تخرج الجملة قوية وذات أسلوب جميل. وهذا يا أمر يحتاج إلى قدر من التدبر والتأني ومراعاة عدة سمات أساسية تميز الجملة القوية من الجملة الرقيقة. ومن تلك الجمل السليمة تتألف الفقرة. والفقرة قد تكون متناولة فكرة واحدة أو موضوعا واحد، وقد تتناول أو تكون جزءا من موضوع يتناول عدة أفكار. نتكلم أولا عن اللفظة. اللفظة هي الوحدة الصغرى من وحدات الكلام. والألفاظ عنصر مهم في حسن الإنشاء. ولاحظوا أنني أقول الألفاظ وليس الألفاظ أو الألفاظ، لا، لأن الهمزة والفاء من حروف الترقيق. أقول الألفاظ عنصر مهم في حسن الإنشاء. وتأتي أهمية اللفظة من خلال ثلاثة عوامل. أي لماذا اللفظة هي شيء مهم؟ أولا أن اللفظة أو الألفاظ عموما هي رموزا للأشياء. هذه الأشياء قد نراها أو نحسها أو نسمعها أو ما إلى ذلك. وأيضا هي رموز للتجارب الإنسانية التي نمر بها. فمثلا إذا قلت تفاحة، سيأتي إلى ذهنك صورة تفاحة وهي شيء نأكله، وهكذا. إذن الألفاظ لا توجد في ذاتها، بل هي رموز لمدلولات خارجة عنها. ونحن نستعيد باللفظة عن الشيء، أي نضع الكلمة مكان صورة نتخيلها. السبب الثاني لأهمية اللفظة أن عدد الألفاظ في اللغة قليل بالنسبة للتجارب الإنسانية عند الأمة الناطقة. فكما نعرف أن مجمع اللغة دائما ما يحسن أو ينقح الكلمات، أو في بعض الأحيان نضيف كلمات جديدة إلى اللغة. السبب الثالث أن الألفاظ لا تستخدم فرادى أو لذاتها. حين يفكر الإنسان ويستحضر لفظة إلى ذهنه، فهو لا يفعل هذا ثم يتوقف، فتظل اللفظة عالقة وهائمة في ذهنه بمفردها، بل هو يربطها بغيرها من الألفاظ ليصنع من هذه الألفاظ فكرة أو جملة تعبر عن الفكرة التي في ذهنه. وكثيرا ما نسمع وصف الكاتب المجيد بأنه يحسن اختيار ألفاظه ويجيد استخدامها. لماذا؟ لأن ألفاظه توافر فيها عدد من الشروط الأساسية. ومن أهم هذه الشروط أن تكون اللفظة دقيقة في اختيارها وتحديدها وصحتها. فيما يلي هنا خريطة ذهنية توضح شروط اللفظة الجيدة، وسنتكلم عن كل شرط منهم على حدة. الشرط الأول الدقة في اختيار اللفظة. من أهم ما يعيب الكاتب عدم دقته في اختيار الألفاظ، وذلك لأسباب كثيرة. أولا عدم قدرته على التمييز بين المترادفات اللفظية والتضاد والمشترك. والسبب الثاني
عدم معرفتي بسياق اللفظة المناسبة. وهذان العيبان إن وجدا فهما سيجعلان تفكيره أقل دقة، لكن إن تلافاهما أو إن أوجد حلا لهما فسيكون تفكيره أكثر دقة وأيضا كتابته كذلك. فلنتعرف معا معنى الترادف والتضاد والمشترك اللفظي. الترادف هو لفظة نلحظها في معظم اللغات، وهي ألفاظ تختلف نطقا ولكنها تعطي مدلولا واحدا في مجملها، لكن حين ندقق فيها فنرى أن هناك فروقا طفيفة في اختلافات في المعنى. فمثلا كلمة فرحة أو فرح وسعيد، الاثنتان تدلان على الفرح أو تدلان على معنى إيجابي وهكذا. إذن هاتان الكلمتان مترادفتان وإن اتفقت جميعا في المعنى العام، ولا يتأتى للكاتب التمييز بين الترادفات إلا إذا أوتي ذوقا لغويا مدربا. هو لن يولد ومعه هذه القدرة، بل عليه أن يتدرب جيدا ويقرأ كثيرا حتى يستطيع أن يملك هذا الذوق اللغوي. وإذا امتلك هذا الذوق فسيكون أكثر دقة في التعبير عن المعنى المقصود بالضبط. فمثلا لننظر إلى هذه الجملة: قد كان هذا مما أترقبه وأتوقعه وأترصده أنتظره أقدره إلى آخره، جميعها ألفاظ تعني الترقب والانتظار. وأيضا مثلا خاف، فزع، خشي، وجل وإلى آخره من هذه الألفاظ أيضا تشير إلى الخوف. في الوقت الحاضر لعلنا نستطيع أن نميز بين مدلولات الألفاظ في المثالين السابقين إلى درجة تجعلك تختار وتفاضل بينها للدلالة على المعنى الذي تقصده. أي نحن بعد القراءة وبعد التطور الذي وصلنا إليه نستطيع ربما أن نفرق بين المعاني. ويحسن الاطلاع على محاولات بعض علمائنا الأوائل نحو تحديد معاني الألفاظ المترادفة. كيف سأنمي هذا الذوق؟ أو كيف سأنمي عندي القدرة على معرفة المترادفات؟ بالقراءة وبالاطلاع على محاولات علمائنا الأوائل. على سبيل المثال كتاب فقه اللغة لأبي منصور الثعالبي، والفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، والمخصص لابن سيدة، لابن سيدة وليس سيدة، اسمه ابن سيدة. أما التضاد فهو أن يكون للكلمة الواحدة معنيان متضادان. يقول ابن فارس: من سنن العرب في الأسماء أن المتضادين باسم واحد، نحو الجون للأسود والجون للأبيض. الأبيض والأسود كلاهما يقال لهما جون. طيب كيف سيوضح ما المقصود من السياق؟ والجلل تقال للشيء الصغير والشيء العظيم، والصارخ تقال للمستغيث والمستغاث به. وقد لا يكون مثل ذلك منتشرا في العصر الحديث، لكن معرفته ومعرفة غيره من الظواهر أمر لازم للكاتب. يعني أي أقصد في عصرنا الآن ربما لا نستخدم التضاد كثيرا، ولكن لابد للكاتب أن يعرفه. أما المشترك اللفظي فهو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر. فمثلا كلمة العم يراد بها الجمع الكثير ويراد بها أخو الأب. الشيء الثاني أن نختار السياق المناسب لللفظة. فما السبب الراجع وراء عدم الدقة في اختيار الألفاظ؟ يرجع إلى عدم استخدام اللفظة في سياقها المناسب. فعلماؤنا الأوائل حريصون على استخدام اللفظة في مكانها المناسب وسياقها الصحيح، فقد قرنوا كلمات بكلمات ولم يقرنوها بغيرها لو كان المعنى واحدا. فقالوا مثلا: وجه دميم، وخلق شتيم، وكلمة عوراء، وفعلة شنعاء، وأمر شنيع، وخطب فظيع، وكلها بمعنى قبيح. ومثلا أيضا لدينا مثال آخر وهو الفعل ارتدى، فنحن نقول ارتديت لكل الأشياء التي تلبس. من الخطأ أن نقول ارتديت الحذاء وارتديت القبعة. لماذا؟ لأن اللغة ليست فقيرة، أنا لدي مصطلحات كثيرة، فأقول ارتديت الرداء
وانتعلت الحذاء، واعتمرت القبعة، ووضعت الحلي، ووضعت العمامة، أو اعتممت وتعممت بالعمامة، لبست اللباس، أو لبست البنطال، أو لبست السروال، وهكذا. لماذا أستعمل الفعل ارتديت مع كل ما يلبس، مع أنني لدي كلمات أخرى أو مصطلحات أخرى؟ الشرط الثاني الدقة في تحديد اللفظة. إذن الشرط الثاني لكون اللفظة لفظة جيدة، قلنا أولا أن تكون اللفظة دقيقة، ثانيا أن تكون محددة. ماذا أعني بمحددة؟ لابد أن يبتعد الكاتب عن استخدام الألفاظ ذات الدلالة العامة مثل كلمة السياسي والفقيه والشجرة، فهي كلمات عامة علي أن أستبدلها بمثلا الملك عبد العزيز أو ابن تيمية أو شجرة البرتقال، وهذه كلمات بديلة للسياسي والفقيه والشجرة. فالكلمات الثانية تدل على مدلولات أو ترمز لمدلولات محددة، وطبيعي أنه كلما كانت الألفاظ تميل إلى العمومية كانت أكثر غموضا، وأصبحت الأفكار المرتبطة بها أكثر غموضا، وسيحتار القارئ في فهم مقصود الكاتب على وجه التحديد. لذلك ينبغي على الكاتب أن يجعل ألفاظه محددة قدر الإمكان حتى لا يتردد القارئ في الحكم أو في تكوين الفكرة، كما أنه يساعد على وضوح الهدف بين الكاتب والقارئ. كما أننا أريد أن أنوه إلى أن تحديد الألفاظ مسألة نسبية، فهناك أكثر من درجة لتحديد المقصود. فقد أقول مثلا رأيت نباتا، وإذا أردت أن أحدد أكثر أقول رأيت شجرة، أكثر تحديدا أقول رأيت شجرة برتقال، وإذا أردت أن أحدد أكثر فأقول رأيت شجرة البرتقال في حديقتي، وهكذا في باقي الأمثلة. الشرط الثالث أو يتحرى الكاتب اللفظة الصحيحة. فصحة اللفظة تتطلب توفر عدة شروط فيها. لاحظوا أنني أقول تتطلب وليس تتطلب، لا أقول لا أكرر حرف الطاء ثلاث مرات، بل أن التاء من حروف الترقيق فأقول تتطلب تتطلب، لا أقول تتطلب، هذا خطأ. نعود لموضوعنا وهو الشروط التي يجب أن تتوافر لصحة اللفظة. أولا أن تكون صحيحة الاشتقاق، فاللغة العربية تحتوي على عدد كبير من الأصول مكونة من ثلاثة جذور أو أربعة أو خمسة، ومن هذه الأصول يمكن أن نصوغ عددا كبيرا من المشتقات التي تعبر عما نريد. فمثلا من فعل واحد أصوغ الماضي والمضارع والمستقبل والأمر واسم المصدر واسم الفاعل والمفعول واسم الهيئة واسم المرة واسم المكان واسم الزمان واسم التفضيل وإلى آخره من المشتقات. مثلا الأصل كتب، أصوغ منه كتب، يكتب، أكتب، سيكتب، كتابة، كاتب، مكتوب، إلى آخره. أو مثلا الفعل سمع، أقول مثلا سمع، يسمع، أسمع، سيسمع، سمعا، سماعا، مسموعا، إلى آخره. فهنا نلاحظ أن اللغة العربية غنية وقادرة على تحديد مقصود الكاتب بدقة في مثل هذه الكلمات، مثلا مكتوب ومكاتبة واكتتاب. مكتوب هو الشيء الذي كتب، مكاتبة هي عملية الكتابة أو المراسلة، أما اكتتاب فلها معاني متعددة، فلنبحث عنها ثم أخبروني بما وجدتم. لذلك يجب أن ندقق في صحة الاشتقاقات التي نستخدمها. الشرط الثاني أو الذي يجب أن يتوفر لتكون اللفظة صحيحة أن تكون عربية. أعطت العربية لغات العالم قديمها وحديثها كثيرا من المفردات، فقد أعطت اللغة العربية اللغة الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، واختصت الفارسية والتركية والأردية بالنصيب الأكبر من هذا العطاء. في الوقت نفسه أيضا أخذت العربية من هذه اللغات جميعا منذ أقدم العصور إلى وقتنا الحاضر، ولكن العرب كانوا شديدي الدقة والحرص والحذر عند تقبل المفردات الدخيلة، فكانوا يخضعونها لكثير من التدقيق والتعريب حتى تتناسب مع سمات اللغة العربية.
فينبغي على الكاتب أن يتجنب الألفاظ الأجنبية في كتابته. فمثلا لا يستعمل الألفاظ الأجنبية وهو لديه بديل عربي، لا يقول كمبيوتر وهو لديه حاسوب، لا يقول مثلا كلاس وهو لديه فصل أو صف، لا يقول تليفون وهو لديه هاتف، وهكذا. الشرط الثالث أن تكون غير عامية ولا محلية. على الكاتب أن يبتعد عن الكلمات العامية والمحلية. لماذا؟ لأن هذا سيجعل جمهوره محددا أو سيقتصر على أقلية محلية وربما تكون غير متعلمة. وخير وسيلة لتدارك هذا الخطأ أن يحاول الإنسان استخدام الألفاظ العربية في لغة حديثه أولا، أي في الحياة العامة، فبالتالي سينتقل هذا وسيحافظ على سلامة كتابته. والمقصود بالألفاظ الفصيحة ليس التفنن في البحث عن الألفاظ الغريبة، يعني ليس المقصود أن أذهب إلى المعجم وأبحث عن الغريب وأكتبه فيكون أن هذا لفظ فصيح، لا، بل المقصود أن يميز الإنسان بين المعجم اللفظي للمتعلم وغير المتعلم. ولا بد للكاتب أن يعي في اختيار ألفاظه ثلاثة أمور. الأول أن يعي بأن دلالات الألفاظ متطورة من عصر إلى عصر آخر ومختلفة من بيئة إلى أخرى، ومن هنا كان لابد من إدراك التطور التاريخي للغة وأخذ البعد الزمني والبعد المكاني بعين الاعتبار. فلتبحث عن ظاهرة الركام اللغوي، ستجدون كلمات كانت تستخدم بمعنى في القديم ثم مع تطور الزمان أصبحت الآن تستخدم بمعنى آخر. الشيء الثاني الذي يجب أن أراعيه في اختيار اللفظة البعد عن الألفاظ المبتذلة والمستهلكة التي تتكرر كثيرا على الألسنة لأنها لن تؤثر في المتلقي، وأيضا البعد عن المهجور المستكره لأنه عسير على الفهم كما قلنا. الشرط الثالث الوعي بشروط الفصاحة كما حددها البلاغيون. ولاحظوا أنني أقول فصاحة وليس فصاحة، الفاء والحاء مرققتان، كما حددها البلاغيون والنقاد القدامى، كالمناسبة بين الألفاظ ومعانيها، لا أستخدم اللفظ في سياق معين غير مناسب للمعنى، والخلو من التعقيد وتصنع المحسنات البديعية. فتصنع المحسنات البديعية يعطي شعورا بالتكلف فلن يصدق القارئ الكاتب، وتأليف الكلمات من حروف متباعدة المخارج هذا شيء مهم جدا. فمثلا إن ألفت مثلا كلمات من حروف متقاربة هذا سيعطي وقعا سيئا على الأذن. لدينا بيت شعر مشهور هنا نذكره، وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. جربوا أن تقولوه بسرعة مؤكد بنسبة 99% ستخطئون. لماذا؟ لأن مخارج الحروف في هذا البيت متقاربة فلن نستطيع أن نقولها بسرعة، حتى ببطء نحتاج أن نقولها بترو شديد جدا، وهذا عيب من عيوب البلاغة، يعني من العيوب التي حددها البلاغيون أن تكون الألفاظ متقاربة المخارج. وهكذا نكون قد انتهينا من محاضرتنا اليوم، أمل أن تكون المحاضرة سلسة وقد استمتعتم بها. أراكم على خير المحاضرة القادمة إن شاء الله.